حزت على 3 بطولات في قطاع غزة، صابت في تاريخ 8/6 في مسيرات العودة الكبرى، طلقين متفجر في الركب. ملاكمة والله موهبة، يعني الواحد حلم، كان حلم هيك يوم ان انا ملاكم، ورحت على النادي وسألت، ولي من 2014 وانا بلعب ملاكمة وحبيت الرياضة وظلت مستمر فيها. وصيت وزني اني تأهلت منتخب فلسطين، كانت في تصفيات في بيت لحم وما قدرناش نطلع، كان رفضنا من اليهود، كانت في بطولات خارج البلد واحنا ما قدرناش نشارك فيها بسبب اغلاق المعابر يعني في الحصار اللي احنا فيه. ركب جاهزين خارج البلاتين، انا طموحي كان اني زي بعض الشباب اللي في البلد الثاني، انه ملاكم وعنده قوه وبيقدر يبينها للعالم، انا ما كانش عندي اقدر ابين قوتي برا، والحمد لله ضلينا مستمرين.